الحين حسب طلب واحد من الأخوة إخفاء اسم الشبكة في تندا في 300. ندخل نكتب الاي بي تبع المودم بعد الدخول لصفحة الضبط، ندخل من ادفانس ثم واي فاي بيسك وثم نفعل هذا الخيار هايد اكسس بوينت. ضروري انك تحفظ اسم الشبكة قبل ما تعمل تفعل خيار اخفاء الاكسس، ثم تنقر ابلي سي. هذا فقط تنقر على ابلي سيف هذا الزر ابلي سيف. ابلي سيف.